وبحسب بيانات وزارة المالية بلغ حجم الموازنة العامة 1,725,000,000,000 جنيه. أما حجم المصروفات فبلغ 1,424,000,000,000 بمعدل زيادة عن العام الماضي بلغ 18%. وخصصت الميزانية 276 مليارا لسداد الديون المحلية والخارجية. أما عن الإيرادات فقد بلغت بحسب الموازنة 989 مليار جنيه بنسبة 69.5% من إجمالي المصروفات، وسجل العجز 435 مليار جنيه بنسبة بلغت 30.5%. أما عن أبواب صرف الموازنة فقد تم تخصيص مبلغ 332 مليار جنيه، وذلك لصالح الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و266 مليار جنيه لصالح الأجور، و60 مليار جنيه لصالح شراء السلع والخدمات، و148 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية.